طيب ما قالته الصحف المصرية اليوم عن المباراة؟ من الأخبار، الأهلي يبحث عن رقصة البطولة مع الذئب مع الذئاب بالبرج. أما من الأخبار المسائي، موعد مع التتويج، الأهلي يواجه المقاولون بحثا عن اللقب 41. الأهرام المسائي، الدرع أمامهم. الليلة، الأهلي يواجه المقاولون العرب بحثا عن اللقب 41 والفوز يحسم الدوري للشياطين الحمر وينقذ لاسارتي. الذئاب تفوقوا في الدور الأول ويبحثون عن التكرار. الأهلي يبحث عن اللقب بين الذئاب، ده من جريدة الجمهورية. أما من جريدة المساء، بقاء الدرع في الأهلي بين أنياب الذئاب. فوز الأحمر على المقاولون يحسب البطولة قبل لقاء القمة، وده في الليلة على استاد برج العرب. أما من المصري اليوم، طموح الأهلي في درع الدوري يصطدم بالمقاولون. لاسارتي يراهن على خبرات لاعبيه، والنحاس يحفز الذئاب لتكرار سيناريو الدور الأول. أما من الوطن، الأهلي مع المقاولون في موقعة التتويج وتشكيل هجومي للأحمر، والنحاس يستقر على الجزيري لخلافة أحمد علي. أما من الشروق، الأهلي ينتظر الدرع رقم 41 في تاريخه أمام المقاولون. أما من جريدة الوفد، الأحمر يبحث عن النجمة 41 في برج العرب، والأهلي يحشد القوة الضربة لدك حصون المقاولون. أما من الدستور، الكابتن محمود الخطيب، مكافآت خاصة للفوز على الذئاب وجلسة لتحديد مصير محمد شريف. اليوم الأهلي يسعى لحسم درع الدوري 41 أمام المقاولون العرب. طيب دي كانت آخر حاجة معانا. زي ما قلت لحضراتكم، مباراة هامة، مباراة صعبة، الكل ينتظر ماذا سيفعل النادي الأهلي. إن شاء الله هنجيب بعد قليل لحضراتكم التشكيل الرسمي للنادي الأهلي. هنطلع فاصل، وبعد الفاصل أولى فقرات ملعب الأهلي مع الدكتور أحمد ثابت. هنتكلم عن أهم الأرقام والإحصاءات فيما يخص النادي الأهلي ونادي المقاولون العرب، وأيضا طبعا أرقام المقاولون العرب. هنطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل نستقبل ضيفنا في الفقرة الأولى دكتور أحمد ثابت.